صحه الترشيح تضم ترشيحا واحدا وهو السيده فاتحه المدني. تصبح على عمده جديد سيستفيق ربما فاق الناس كل باقي الناس بعد رمضان سيصبحون على عمده جديده. فطبقا للمادتين 9 و 42 من القانون 113/14 غنباشروا عمليه ديال الانتخاب العمده الجديد لبلديه الرباط او لمجلس الرباط بالاحرى. اليوم تم الانتخاب ديالي كرئيسه المجلس الجماعي لمدينه الرباط، وبهذه المناسبه كنبغي نشكر جميع المستشارات والمستشارين اللي صوتوا عليا اليوم ومنحوني الثقه ديالهم. بنفس المناسبه كنبغي نشكر السلطه المحليه اللي سهرت على انجاح هذا العرس الديمقراطي. بطبيعه الحال كنشكر السيد رئيس التجمع الوطني الاحرار اللي منحني التزكيه والتقفيه باش نتقلد هذا المنصب. بطبيعه الحال انا كنشكركم جميعا، جميع المنابر الاعلاميه اللي واكبت معنا هذا الحدث. الرباط اليوم غتعرف التظاهرات الدوليه، فاحنا غادي نشاركوا في عده تظاهرات وعندنا محطات مهمه جدا، ولهذا فنحن كاعضاء المجلس الجماعي لمدينه الرباط غادي خصنا نشتغلوا جميعا يدا واحده اغلبيه ومعارضه باش ننجحوا هاد المحطات اللي حنا مقبلين عليهم وهاد التظاهرات الدوليه. وفي نفس الوقت غادي نشتغلوا مع السيد الولي لانجاح الورشات الكبرى اللي كيسهر عليها مشكورا على المجهودات ديالو، وذلك تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. دار المنتدى من المجلس ومن هذا الرئيس الجديد الكثير عند الرباطيات والرباطيين. بالطبع مدينه الرباط عاصمه المملكه المغربيه، مدينه الانوار عاصمه ثقافيه للمملكه المغربيه، في عندها اشكاليات او المواطنات والمواطنين الرباطيات والرباطيين يعني عندهم مجموعه الاشكاليات الاجتماعيه واقتصاديه، والمنتظر هو ان المجلس يطرح حلول في هذا الاطار بالطبع فريق الاصاله والمعاصره في اطار المشاورات اللي كتكون مع الفرق الاغلبيه الاخرى، الا وغيقترح مجموعه ديال الحلول، مجموعه ديال يعني واحد التصور شامل على انتظارات ديال الساكنه ونجاح هذا المجلس، نجاح الرئيسه هو نجاح لرباطيات والرباطيين، وهذا هو المنتظر ان شاء الله. المنتظر هو هذا، لان كيف ما قلت قبيله ولو فريق الاثر والمعاصر فاش كان في المعارضه دائما كان كينتظر ان يكون هناك نجاح للمجلس، لان نجاح المجلس هو مش نجاح ديال الفريق او ديال الحزب، هو نجاح للساكنه. وهنا كنتكلم على الرباطيات والرباطيين، فإلا كان شي بلوكاج اولا خصو يعني يتحل بطريقه سياسيه باسلوب سياسي. كاين هناك مجالس للنقاش حول الاشكاليات اللي يمكن لها تكون في المجلس، وجري بها العمل في جميع المجالس او العملات اللي كاينه على الصعيد الوطني. نفس الشيء خص يكون واحد التمرين ديمقراطي باش نحاولوا يعني نتجاوزوا الاشكاليات، وتبقى يعني النقطه الاساسيه هم الساكنه هم الرباطيات والرباطيين. أنس الدحموني رئيس فريق العداله والتنميه بمجلس جامعه الرباط. كما تابعتوا معنا اليوم كانت اليوم جلسه ديال التصويت واختيار عمده جديده لعاصمه الرباط بطبيعه الحال بعد استقاله العمده السابقه. الموقف ديال حزب العداله والتنميه لم يتغير منذ انتخابات ديال 8 شتنبير، لم يطرا اي جديد. كان الموقف ديالنا هو تبني المعارضه البناءه، وبطبيعه الحال حنا كان التصويت ديالنا بالرفض لا بالنسبه للسيد الرئيس لا للمكتب المسير، وهذا لا يعني باننا زعما بطبيعه الحال ما غنقوموش بالادوار ديالنا اللي ما فيه الصالح ديال الساكنه. كنتمناو كل التوفيق والنجاح للمكتب المسير والعمده ديال الجديده ديال العاصمه، لان النجاح ديالها هو نجاح ديال العاصمه ديال المملكه، واللي بطبيعه الحال حنا كاين واحد الاستحقاقات كتعرفون بلادنا في قادم السنوات. عندنا 2025 تنظيم ديال كاس افريقيا، عندنا في 2030 تنظيم ديال كاس العالم لاول مره في البلاد ديالنا. بطبيعه الحال هذا يقتضي تضافر الجهود ديال الجميع، وهي فرصه باش كنطلبوا من المكتب المسير من اجل تبني المقاربه التشاركيه سواء مع الفاعل السياسي ولا مع الفاعل الاجتماعي ولا مع الفاعل الاقتصادي، باش ما نشوفوش عاود كذلك ديك الاشكال اللي كانت طرات في الفتره السابقه. كنطلبوا كذلك من المكتب المسير
بطبيعه الحال باش يقوم بالادوار ديالو كامله. والنهار اللي غادي تكون شي اشياء التي تحتاج الى توضيح والاشياء اللي تحتاج الى تقويم، هذا هو الدور ديال المعارضه البناءة. كنطلبوا من المكتب المسير اللي كيسارع الخطى من اجل هاد كان عندنا واحد الفتره ديال الهضر السياسي ديال عامين ونص، كنتمنى بان المكتب المسير الجديد يتدارك هاد الهضر الزمني ان شاء الله، لان العاصمه ديال المملكه تحتاج الى تضافر ديال الجهود ديال الجميع، وحنا غنقوموا بالادوار ديالنا كامله بطبيعه الحال من اجل التقويم، ومن اجل بطبيعه الحال النهار اللي غتكون شي اشياء ايجابيه من اجل الاسناد، والنهار اللي غادي تكون شي اشياء اللي نعتقد بان ماشي في صالح ديال العاصمه ولا الساكنه ديال العاصمه، غادي ننبهوا بالطرق اللي كتسمح بها القانون في اطار من الاحترام الواجب للافراد والمؤسسات. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.